ممر خطير وجد ضيق بالنسبة لمعظم البالغين، لكن يسلكه هذا الصبي يومياً مثله مثل الآلاف من الأطفال الآخرين الذين يعملون في مناجم الفحم في شمال شرق الهند. بالطبع أنني أخاف، ولكن ما يمكنني أن أفعل؟ أحتاج للمال، وإلا ما العمل للبقاء على قيد الحياة؟ على الرغم من خوفي علي النهوض والذهاب إلى العمل في كل يوم لكسب المال. والعمل متوافر في مئات الآلاف من مناجم ولاية ميغالايا. ينهض هؤلاء الأطفال في منتصف الليل للذهاب تحت الأرض أسفل السلالم وفي الظلام، مسلحين فقط بأوتاد ومشاعل. يمكن للأطفال دخول ثقوب الفئران هذه بسهولة، في حين يعجز ببساطة الرجال الأثمن والأطول على دخولها. لكن المكان يخلو من تدابير السلامة، الحوادث والانهيارات واردة. هناك غاز في الداخل وأخشى كثيراً أن يسقط السقف علي، كما أن دفع عربة مليئة بالفحم شيء صعب للغاية. تشغيل الأطفال في الهند محظور، ولكن صناعة التعدين في شمال شرق البلاد تفلت من هذا القانون. إعفاء تعتزم الحكومة رفعه هذا العام من خلال اعتماد سياسة جديدة تحظر قطاع التعدين تشغيل الأطفال، ولكن هذا لا يكفي بحسب الجمعيات الخيرية. يجب على الحكومة إعادة النظر في هذا الموضوع، لأنه عندما تقول أن المناجم ستظل، هذا يعني أنها ستواصل تشغيل الأطفال، لأن ثقوب الفئران ضيقة جدا ولا يمكن اقتحامها إلا للقصر القامة أو للأطفال. يتقاضى كل طفل حوالي 2.8 يورو مقابل 12 ساعة من العمل، وهو دخل أعلى أحيانا من دخل والديه، مبلغ يدفع حوالي 70,000 طفل إلى العودة للعمل كل يوم في هذه المناجم على الرغم من المخاطر.